ختام النشرة من افتتاح فعاليات الصالون الثامن الكبير للزواج العربية. الصالون الذي احتضنته صالة لافيلا بالعاصمة الفرنسية باريس عرض كل ما يمكن أن تحتاجه العروس من لوازم وتجهيزات ونصائح، ويقدم العارضون تصاميمهم على أكثر من 25 ألف زائر يقصد الصالون خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويركز الصالون على تقاليد الزفاف في البلدان المغاربية بكل طرفها ورهافتها المتوارثة جيلا بعد جيل.